المشكل اخويا هو يعني هاد الدوار في عمره ما يفوق على 70 سنه. هاد السيد هذا جا رفع دعاوي على بعض السكان، ماشي السكان كاملين ولكن بعض السكان، يعني اخترق الدوار من القنات ديالو، كل واحد داعي من قنت، وتيقول بانه راه دوك الناس يعني هما اللي عاصين الاخرين اللي ساكنين حداهم، يعني واحد الحيله قانونيه، هي حيله ولكن قانونيه. تيقول لك بان دوك الناس اللي دعا راه هما اللي عطاو لهذوك الناس اللي حداهم فين بناو وفين وباعوا ليهم وكذا وكذا، ولكن هذا كله احتيال على القانون. حنا تقريبا راه والدينا لقيناهم هنا، وعمتي انا الله يرحمها ويوسع عليها راه في عمرها مات على 93، الله يرحمها ويوسع عليها، راه يعني تقريبا راه جات في عمرها هنا 16 سنه ولا مع 17 سنه عايشه هنا. يعني جا السيد بين عشيه وضحاها بيمسح الدوار بوالو بوالو، يعني شنو بغى يدير؟ واش بغى يبني في الدوار ولا هو طامع يبني في الدوار. دابا الا سمحنا ليه انه يبني في جنب الدوار، يعني الدوار راه مشى ضحيه، لا من التهديد ديال 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 التحرك ديال الارض، ولا من التهديد ديال انه يدرقونا العمارات ونبقاو مردومين ما ساقنا حد الخبر. كيفاش تحركت الارض؟ شرح لنا شويه. دابا تحركت الارض، انت عرفتي البوكلان ديك القروه الكبيره ملي كتبدا تحفر شي صخره في الارض كيفاش تكون القضيه؟ يعني بغا يجي انت مع 6 الصباح بغا يجي قي 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 قي، يعني الارض بغات تبدا تتحرك، راه الحيوط غادي يتهددوا، راه هذا الشيء راه تيتسمى عشوائي، راه داخل في العشوائي اللي كتحاربوا الدوله. يعني هذا السيد هذا ماشي جا هو الاول وجينا حنا من وراه، هو جاء ولقانا ولقى جدودنا هنايا، والناس اللي باعوا ليه شرطوا عليه بانه كاين دوار فوق هذه البقعه اللي بغيت تشري، فوق هذه الارض اللي بغيت تشري. يعني قال لهم هذاك الدوار ضربوا على حسابي انا غادي نتكلف به، بحكم انه رجل قانون، يعني عارف الاحتيالات وعارف الثغرات القانون وكذا، يعني عارف كيفاش غادي يدي لنا سميتو ديالنا. دابا هاد الناس اللي مدعيين راه حكمت عليهم محكمة الابتدائية بالإفراغ، حكمت عليهم الاستئناف بالإفراغ، ودابا راه جاهم البلاغ، يعني شي وحدين جاهم البلاغ ديال التنفيذ. يعني شنو كننتظروا؟ هادوك الناس إلا تفرغوا راه تفرغ كل شيء. يعني حنا خصنا نوقفوا ضد هاد السيد باش ما يفرغش هادوك الناس، إلا بشرط أنه يعوض لهم سكن مقابل سكن. هذا الشيء اللي كنطالبوا، سكن مقابل سكن، وماشي في اي جهه يقول لك تمن صورته ولا يقول لك العزوزيه ولا كذا، راه حنا تابعين لهذا رياض السلام، يعني غنبقاو تندورو في هذا رياض السلام، لان ولادنا كيقراو هنا وخدمتنا هنا، ما يمكنش يجي له حنا في تمن صورت يعني نبدلوا الهويه ديالنا. يعني واش هو كي تنقولوا حنا بالدارجه واش ريح معكم الارض جلس معكم؟ هذا السيد هذا من 2007 فاش كرم الكره عند السلطات، فاش قالوا لنا هذا الاقتراح ديال تعطيو 4 المليون. الباشا بفمه وانا حاضر قال لك غيعطيكم ارض ما كتحلموش بها، ولكن هذيك الهضره كلها حبر على ورق. ملي تتقول الباشا فينا استاذ، تيقول لك شي حاجه ما ساكن فيها انا، راه هذا اللي ما ساكن فيها انت ما غاديش تسكن في ثمان صورت ولا تسكن، يعني غيسكن في فيلا. هو الجواب ديالو هو تيقول لك باغي يعطيكم بلاصه زينه ما ساكنش فيها انا، هذا الشيء اللي كيقول. يعني دابا الطلب ديالنا حنا هو هذا السيد راه ماشي ديال الحوار، باش نتفاهموا، هذا السيد راه يعني محتال بهذا المفهوم. هذا السيد هذا راه محتال، راه معروف، راه دور عليه اللي سولتي عليه تيقول لك اش اودي،
يعني ما ماشي شي انسان ديال المفاهمه. ما واقفين ما تخليوش هذه القروات انهم دابا هذا الحفير هذا بيأثر عندنا، هذا السيد هذا حنا الا منعناه هو غادي يضغط على السلطه باش دير معنا شي حل، لانه هذا الحفير عندنا فيه الضرر، هذا الحفير عندنا فيه الضرر، وهذا البني الا تعلى راه عندنا فيه الضرر، يعني انه الا تضرق الدوار راه صافي هنا بقينا سيجي، يعني راه ما قضيه انه بعدا اللي داز من طريق الدار البيضاء، طريق الدار البيضاء راه نقولوا طريق وطنيه، يعني العالم كله كيدوز مع طريق الدار البيضاء، يعني كل شيء كيشوف هذا العشوائي كاين، ولكن الا دوروا بك العمارات راه ما باقيش تتبان، تما غادي تبقى مردوم علم الله، يعني حتى لامتى الله اعلم. دابا الطلب ديالنا هو هذا السيد يعطينا باتساع بالنسبه لهذوك الناس اللي داعي، يعني ما يتفرغوش، الا ما باش يعوض لينا يخلينا في بلايصنا ويعطينا باتساع، ما يأذيناش، يعني هذا الحفير راه فيه الاذى للدوار، يعني راه هي صور الديور راه غادي يبان لك اشنو كاين، راه بنادم تيبنيه بالحجر والتراب وسميتو، راه ما كايناش امكانيات باش يدير بنادم السواري ولا يدير البريك ولا سميتو، راه الامكانيات راه تيلقط حجرات ويلقط شويه التراب ويقاد هذا الحيط ويقاد هذا وتيزيد شي علاش حتى يدير فين يستقر هو ووليداتو، وراه هذا الزمان هذا راه ماشي ديال بيت يعيشوا فيه الاولاد كلهم، راه عرفتي انت القضيه شنو فيها، راه الاولاد تيكبروا البنات كيكبروا، راه خص كل واحد في بيته والزوجين في بيتهم، يعني ما يمكنش انت مزوج ونعس مع ولادك وبنتك في بيت واحد، يعني ما يمكنش، راه لا بد من التوسيعه لا بد من سميتو، راه ماشي الطرامينا حنا، راه السيد اللي عطانا الله يرحمه ويوسع عليه راه عطانا بالقانون، راه ماشي يعني داكشي ماشي قانوني، لانه كيف قلت لك في الاول اللي يكون كانت شي حاجه راه ولاد هذاك الشريف مولاي عبد الرحمن راه غادي يجريو عندنا هادوك، لانه مادام هما ما عمرهم طفلوا علينا اذا راه القضيه راه فيها القانون، راه خصو يجلس معنا الارض. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.